بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل المشاهدين الكرام، وخصوصا من يهمهم الأمر والراغبين في الانخراط في سلك العسكرية بصفة عامة. وهنا كنتكلم على تلاميذ ضباط الصف. الآن الولوج إلى الانخراط أو يعني الأبواب مفتوحة في العديد من الوحدات العسكرية المغربية على اختلاف انواعها. ملي كنتكلموا هنا على القوات البريه كنتكلموا على الاسلحه والخدمات، كاين لي زارم اي لي سيرفيس. انا غادي نحاولوا نعطيو بعض المعطيات بشكل مقتضب على كل هاد المراكز التكوين، ونعطيو بعض المعلومات عليها كل واحد يعني بواحد الشكل مختصر. بالنسبة نتكلموا على المدرسة الملكية للمشاة، ملي كنتكلموا على المشاة كنتكلموا على العديد من التخصصات. بالنسبة لهذه المدرسة الملكية للمشاة موجودة في بن قرير، مركز تكوين هذا يعني كبير على واحد المساحة كبيرة، من أهم المؤسسات التابعة للقوات المسلحة الملكية، المتخصصة بالتكوين الأولي والمستمر لفائدة الضباط وضباط الصف التابعين لسلاح المشاة. هنا هذه المدرسة فيها عدة تخصصات، ماشي غير تلاميذ ضباط الصف فقط، ولكن حتى الضباط كيديروا بعض التخصصات اللي يعني مطلوب منهم انهم يديروها في خلال الحياة ديالهم العسكرية، طبعا في إطار التكوين والتكوين المستمر. بالنسبة للتخصص المدرعات او البلاندي، هناك المدرسة الملكية للمدرعات، هي مدرسة تكوين ضباط الصف موجودة في مكناس يعني الكيلومتر 6، هي مؤسسة للتكوين تابعة للقوات المسلحة الملكية، وتعنى بالتكوين الأولي أيضا والتكوين المستمر لفائدة الضباط وضباط الصف التابعين للسلاح المدرعات، لأن هذا تخصص. وتمتد مدة تكوين تلاميذ ضباط الصف 2 سنين يعني في مختلف التخصصات التابعة لسلاح المدرعات. ودائما التلميذ ضابط الصف، كنهضروا على ضابط الصف، انه كيتخرج برتبة رقيب يعني سيرجون، ومن بعدها كيترقى يعني في خلال مسار الحياة العملية ديالو كضابط صف. بالنسبة للتخصص الخيالة او يعني كنتكلموا هنا على ليكول رويال دو لا كافالوري، المدرسة ديال الخياله، المدرسه الملكيه للخياله، يعني هي راها من المؤسسات العتيقه والعريقه في المغرب، موجوده بمدينه تماره، وهي مؤسسه تابعه يعني للقوات المسلحه الملكيه، وتعنى بالتكوين الاولي ايضا والمستمر لفائده الضباط وضباط الصف التابعين للخياله. يعني مده تكوين ضباط الصف ايضا يعني 2 سنين في التخصصات التاليه. الخياله ملي كنهضروا على الحداده يعني لا فورجوري، هي خاصه يعني بالحداده ديال الحدوات ديال الخيول، وايضا الطب والبيطره، تلاميذ ضباط الصف كيكونوا يعني ممرضين ديال يعني الخيل، هذا الخيل ان مدرسه ديال الخياله. وطبعا مده التكوين ايضا 2 سنين، وكيتخرج طالب يعني او تلميذ ضابط صف كيتخرج برتبة رقيب، واكيد كيترقى من خلال الحياة العملية ديالو ومحدو في العسكرية. هنا بالنسبة للتخصص المظليين، يعني هذا تخصص تابع ايضا بين المهام اللي كتقوم بها القوات البرية، لكن هنا الانزال الجوي او المظليين بصفة عامة. طبعا مؤسسة تكوين تابعة للقوات المسلحة الملكية موجودة بمدينة سلا، طبعا مهام توفير التدريب الأولي والمستمر في مجال المظلات للضباط وضباط الصف أيضا على امتداد 2 سنين، وهو يعني فيه جميع التخصصات المرتبطة بالمظلات، وهناك تخصصات عديدة، ويتم تخرج الضباط يعني بعد انهاء التدريب 2 سنين ايضا، ويتخرج برتبة رقيب طبعا، ويترقى من خلال الحياة العملية ديالو. في اطار التنويع الذي تقوم به يعني المؤسسة العسكرية في المغرب، هناك عدة تخصصات، وخصوصا هنا كنتكلموا على المدفعية، وما ادراك ما المدفعية، الارتيوري، وهو
مدرسة ملكية عريقة تعنى بتكوين الضباط وضباط الصف. المدرسة الملكية موجودة بمدينة فاس أكيد، ومدة تكوين سنتين، ويستفيد من هذا التكوين سواء ضباط الصف أو الضباط على حد سواء. وأيضا هنا يعني الجميل أن بعض الدول الإفريقية كتشارك، أيضا بلدان شقيقية عربية وإفريقية كتشارك، يعني كتجيب ضباط وضباط صف ديالها أنهم يتكونوا في هذه المدرسة لما لها من سمعة طيبة وباع طويل في التكوين، لأن فيها يعني خبراء ومكونين أكفاء يعني يعطونا الشيء الكثير. هناك المدفعية أرض والمدفعية أرض جو، وكذلك المراقبة بالرادار، والآن تخصص الجديد وهو الدرون. يعني هذه ميزة جديدة اللي كيتشرف المغرب أنه أصبح في الطالعة. وضباط الصف أيضا ديال المدفعية اللي كيديروا سنتين ديال التكوين، من بعدها كيتخرج رقيب أكيد، والترقية كتكون أيضا من خلال الحياة العملية ديالو كضابط صف. بالنسبة نمشيو للتخصص التراء أو النقل، هذه مركز تكوين يعني عريق أيضا موجود في عين حرودة، يعني كيلومتر 17. هذا المركز هذا اللي تقريبا ما بين محمدية والدار البيضاء، وهي مؤسسة لتكوين تابعة للقوات المسلحة الملكية، سواء التكوين الأولي أو المستمر لفائدة الضباط وضباط الصف التابعين لسلاح النقل. ويستفيد من التكوين كذلك الضباط وضباط الصف المنتمين لبعض البلدان يعني الصديقة والشقيقة في إطار التعاون العسكري المشترك. طبعا وتمتد مدة يعني تكوين ضباط الصف وتلاميذ ضباط الصف في هذه المؤسسة سنتين أكيد، يعني يعني الرتبة باش كيتخرج هي سيرجون رقيب، ودائما الترقية كتكون في خلال الحياة العسكرية دائما يعني في حسب العمل. بالنسبة للتخصص التالي وهو تخصص الهندسة، ملي كنهضروا على الهندسة يعني الجيني ميليتير، حيت كان الجيني سيفيل. مركز السونتر دانستريكسيون ديال الجيني أو المركز التكوين هو تابع للقوات المسلحة الملكية، يقع بمدينة القنيطرة. يعني المهام اللي كيقوم بها هو التدريب التكتيكي والتقني للضباط وضباط الصف في سلاح الهندسة، وأيضا التدريب المرتبط بالأسلحة والخدمات الأخرى الخاصة بالقوات المسلحة الملكية. ويمتد تدريب يعني ضباط الصف على مدى سنتين، ويتضمن يعني التخصصات التالية: أعمال الحفر والآلات، الرسم الهندسي، القياس الطبوغرافي، مراقبة مواقع البناء. ويتخرج يعني ضباط الصف بعد انتهاء التدريب يعني بعد عامين سنتين، وكيتخرج برتبة رقيب يعني سيرجون. بالنسبة يعني السيرفيس ماتيريال أو تخصص العتاد، المدرسة الملكية للعتاد ليكور رويال دي ماتيريال، يعني لويرم ايكور رويال ماتيريال سيدي سليمان، وهي مؤسسة للتكوين تابعة أيضا للقوات المسلحة الملكية، توفر التدريب الأولي والمستمر في مجال العتاد أيضا للضباط وضباط الصف، ويستفيد من التكوين يعني العديد من حتى بعض الدول الشقيقة وصديقة، يعني كيكونوا حاضرين بقوة في هذه المدرسة هذه، وكيتكونوا في تخصصات عديدة منها الميكانيك العامة، كهرباء السيارات والكهروبصريات، وتخصصات أخرى تقنية للإدارة. وأيضا مدة التكوين أو التدريب سنتين، يعني بعدها كيتخرج الطالب برتبة رقيب، وأكيد كيترقى في المسار العملي ديالو. بالنسبة للتخصص آخر وهو الاتصالات ترانسميسيون، مركز الاتصالات يعني مركز عريق أيضا يوجد بمدينة القنيطرة، وهو مؤسسة للتكوين تابعة للقوات المسلحة الملكية، يعني يطلع بمهام
التدريب الأولي والمستمر للضباط وضباط الصف في سلاح الإشارة. يعني هاد الناس مخصصين فقط لا ترانسميسيون المرتبط بالأسلحة والخدمات الأخرى الخاصة بالقوات المسلحة الملكية، ويمتد التدريب يعني ضباط الصف على امتداد سنتين تخصصات عديدة، ومنها مشغل نظام المعلومات والاتصالات، تكنولوجيا نظم المعلومات والاتصالات، ومشغل نظم الكشف الكهرومغناطيسي، وأيضا المعلوميات. ومدة التدريب أيضا سنتين، يتخرج بعدها الطالب برتبة رقيب أكيد ويترقى من خلال مساره العملي. بالنسبة للتخصص الرياضة العسكرية، وهي مؤسسة أيضا عريقة وتوجد في مدينة سلا يعني بالقرب يعني من مركز المظليين، هي أيضا مدرسة تابعة للقوات المسلحة الملكية، تطلع بمهام توفير التدريب الأولي في مجال التربية البدنية العسكرية لصالح أفراد جميع وحدات القوات المسلحة الملكية. ولهذا الضباط الصف اللي كيتخرجوا بعد سنتين يعني يتم توزيعهم على كافة يعني الوحدات العسكرية في جميع الوحدات في المغرب، لأنهما اللي كيقوموا بالتكوين والتدريب الرياضي لأفراد القوات المسلحة الملكية أينما كانوا أينما وجدوا. بالنسبة لتخصص التمويل أو سيرفيس أنتوندونس، هذا واحد الخدمة التموين العسكري، يعني مركز التكوين العسكري هنا الموجود في بوقنادل، وهو مؤسسة للتكوين تابعة للقوات المسلحة الملكية، يعني في هذه المنطقة ديال بوقنادل يطلع بمهام توفير التدريب الأولي والمستمر في مجال التكوين للضباط وضباط الصف، ويستفيد من التكوين كذلك ضباط وضباط الصف المنتمين للبلدان الشقيقة والصديقة في إطار التعاون العسكري المشترك. وهنا يتضح جليا أن المغرب يعني قطع أشواط يعني طلائعية وأدوار طلائعية في التكوين، ما دام أن عندنا ناس أجانب كيتكونوا في المغرب، إذن هنا هذه قيمة مضافة لبلادنا والمؤسسة العسكرية ديالنا. والتخصصات يعني هناك عديدة منها المحاسبة، السكرتارية الطبية، ويتخرج يعني ضباط الصف بعد إنهاء سنتين من التدريب برتبة رقيب أو سيرجون. وأكيد دائما الترقية كتكون من خلال يعني المزاولة في المسار العملي. بالنسبة للصحة العسكرية أو السيرفيس سونتي، يعني هذه المدرسة الملكية للأطر الشبه الطبية يعني وتسمى مدرسة اللمريم، موجودة في الرباط، يعني هي مؤسسة التكوين تابعة أيضا للقوات المسلحة الملكية، وتطلع بمهام توفير التدريب الأولي والمستمر للممرضين والممرضات، يعني هنا كان قصد ضباط الصف للقوات المسلحة، يعني على مدى 3 سنوات. وهنا الاختلاف، لأن هنا شفنا جميع التخصصات سنتين، لكن هنا نظرا لخصوصية المهام الطبية لأن الصحة شكل آخر، هنا 3 سنوات يعني، ويتخرج يعني هؤلاء تلاميذ ضباط الصف في المدرسة برتبة رقيب. والترقية دائما كما نقول يعني تكون يعني في الحياة العملية ديال هاد التلاميذ ضباط الصف. بالنسبة للمصالح الاجتماعية، هذا مركز يعني خاص يعني يوجد مدينة تمرة، وهو مؤسسة أيضا للتكوين العسكري تابعة للقوات المسلحة الملكية، توفر التدريب الأولي والمستمر للضابطات وضابطات الصف في يعني المكلفات أيضا بالأعمال الاجتماعية فقط. يعني التدريب
ضابطة الصف يعني يمتد على مدى سنتين، ويتضمن التخصصات التالية يعني المساعدة الاجتماعية، يعني تربية الأطفال، وهناك مربيات الأطفال. هنا كنشوفهم يعني في بعض الحاميات العسكرية أن هناك نادي أو بعض النوادي اللي كتعنى يعني بتدريس الأطفال الصغار، يعني أطفال العسكريين وأيضا الأرامل. يعني التلميذ الضابط الصف يعني على امتداد سنتين كيتخرجوا حتى هما برتبة رقيب أو سيرجون، ودائما كنتكلموا على الترقية راه خلال الحياة العملية ديال ضباط الصف أكيد كيترقاو. بالنسبة لكل هذه المدارس العسكرية الآنفة الذكر واللي تكلمت عليها أنا ربما بواحد الشكل مقتضب، أن عندها نفس شروط الانخراط، الحالة العائلية سواء كان الشاب أو الشابة يكون أعزب بدون سوابق عدلية، وهذا ركن أساسي، والسن المرشح أو المرشحة أن يكون ما بين 18 و 23 سنة فقط. يعني وهنا باش كتبين أن لغاية 16 غشت 2023، يعني ما نتعداوش هاد التاريخ هذا، إما يكون عندك 18 سنة لغاية هذا التاريخ هذا أو 23 سنة لغاية هذا التاريخ هذا. أن يكون مرشح أو المرشح حاصل على شهادة البكالوريا في أحد الشعب العلمية دورات يعني 2021 2022 2023، القامة بالنسبة للذكور 170، وبالنسبة للإناث 160، يعني هذا على الأقل. التمتع يعني دائما يكون هذا الشاب او الشابه يعني يتمتع بصحه جسمانيه جيدا، وما يكونش عنده يعني شي عجز صحي، ويعني الشيء الاساسي ان يتم انتقاؤه وقبوله من طرف لجنه الانتقاء الاولي، وهذا امر اساسي. بالنسبه سواء المرشحين او المرشحات المتوفرين على الشروط اللي ذكرنا، يعني اللي توفرت فيه ديك الشروط، ان الطلبات ديالهم فقط يعني يمكن يتعاملوا فقط مع الرابط اللي ريكروتمون دوت فار دوت ما، هذا هو الرابط الوحيد اللي من خلاله كتمشي الترشيحات، وما يتعداش 19 ماي 2023 كآخر أجل لقبول الترشيحات. يعني أي شخص أرسل ترشيح ديالو في الموقع اللي ذكرنا والموجود على الشاشة يعني من بعد هذا التاريخ هذا، الترشيح ديالو ما غاديش يكون مقبول إطلاقا. وعلى المرشحين والمرشحات هذيك أمر أساسي اختيار 3 تخصصات فقط حسب الأولوية، وسيتم توزيعهم على واحد من هذه التخصصات بالاعتماد على مواصفات وعدد المناصب المطلوبة لكل تخصص. يعني غتختار 3 تخصصات لكن التوجيه كيكون ما عند اللجنة المنظمة حسب المناصب المطلوبة لكل تخصص. نزيد نوضح أكثر، أن التخصص اللي أنت عندك ميول ليها هي اللي تحاول ديرها، هي الأولى اللي تختار أنت من بين هاد التخصصات 3، ولهذا باش تكون عندك حدود أكبر حاول تختار تخصصات اللي أنت كتميل لها وأن عندك استعداد أنك تعطي فيها أكثر. بالنسبة للانتقاء هنا نركزوا مزيان على أن الانتقاء الأولي كيكون اعتمادا على معدل النجاح المحصل من طرف المرشح أو المرشحة في امتحان البكالوريا، يعني على حسب المعدل اللي غتجي في البكالوريا، وسيتم استدعاء المرشحين والمرشحات الذين يتوفرون على الشروط الكاملة، والذين تم اختيارهم من طرف لجنة الانتقاء الأولي عبر عناوينهم الإلكترونية، لأن هنا دائما كنركزوا على الجيمايل، يكون واحد الجيمايل صحيح، لأن ما غاديش تجيك عبر البريد شي حاجة، ولكن البريد الإلكتروني فقط قصد اجتياز المباراة في وقت لاحق. من بعد كتسالي هاد اللجنة ديال الانتقاء الأولي وكتكون يعني الظروف يعني صافي، كل شيء عندك مقاد، هنا في وقت لاحق هنا المراكز الامتحان عاد كيصيفطوك في الجيميل التاريخ ديال تحديد المباراة. يعني هذه الوسيلة الوحيدة هي
البريد الإلكتروني، ولهذا يكونوا حريصين على أن هذا البريد الإلكتروني يكون صحيح 100% باش ضمنوا الوصول ديال الاستدعاء باش شاركوا في الامتحان لاحقا. ونتمنوا التوفيق للجميع. فلهذا الجدول غادي نحاول نقربكم منه. بالنسبة للمدرسة الملكية للمشاة يعني فيها غير الذكور فقط. بالنسبة للميداليين، لأن الميداليين راه محسوبين مشاة، إذا الميداليين عندهم الذكور والإناث. بالنسبة للمدرعات يعني المدرسة الملكية المدرعات مكناس راها فيها خاصة بالذكور فقط. هنا بالنسبة للمدفعية اللي موجودة في مدينة فاس أكيد فيها غير الذكور فقط. بالنسبة للعتاد الذكور فقط. بالنسبة للخيالة الذكور فقط. بالنسبة للنقل راه الذكور فقط هما اللي يمكن لهم يولجوا لهذه المدرسة اللي في بن سليمان. بالنسبة للصحة العسكرية راه كيكونوا فيها الذكور والإناث، لأن الممرضين وممرضات يعني ديك التخصصات متاحين للفتيات والذكور، يعني مسألة عادية. بالنسبة للإشارة السيرفيس دو ترانسميسيون ولا لارم ترانسميسيون راها الذكور والإناث. أما بالنسبة للهندسة العسكرية أو الهندسة الذكور فقط. بالنسبة للتموين ولو سيرفيس انتوندونس راه فيه الذكور والإناث. بالنسبة للرياضة العسكرية الذكور والإناث. بالنسبة للمصالح الاجتماعية راه خاصة بالإناث، هذه مسألة معروفة. المصالح الاجتماعية مخصصة للفتيات فقط.